بسم الله الرحمن الرحيم. قناة تعلم وافهم التعليمية، معلمكم هشام حسن. كل عام وأنتم بخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلبة وطالبات التعليم التجاري دبلومات الفنية، كل عام وأنتم بخير. بمناسبة شهر رمضان الكريم، أعاده الله علينا وعليكم وعلى جميع العالم بالخير واليمن والبركات. وفي هذه اللحظة أطالب أن نستغل جميعا هذه الأيام المباركة في التقرب إلى الله تعالى والدعاء له بأن يحمي مصرنا وشعبها العظيم والعالم أجمع، وأن يشفي مرضانا وأن يرحم أمواتنا في جميع ربوع الأرض بسبب فيروس كورونا المستجد، ويقينا الله وإياكم شره ويحمينا ويحفظنا جميعا بإذنه تعالى. أعزائي طلبة وطلبات الدبلومات الفنية، في نبأ عاجل اليوم 25 أبريل 2020، قرر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني تأجيل موعد عقد امتحانات الدبلومات الفنية. طبعا سمع كلكم فرحانين، طبعا دي فرصة عشان خاطر بإذن الله تعالى الفترة اللي اتأجلت دي ممكن بقى نلم المواد اللي احنا لسه ملمهاش، نشوف بقى نراجعها ازاي، هنحلها ازاي، هنذاكرها ازاي، وان شاء الله ننزل لكم برضو جدول مذاكرة في الفترة اللي هي اللي فاضلة لغاية الامتحان بإذن الله تعالى. الدكتور طارق شوقي أجل موعد عقد امتحان دلوقتي الفنية. عرفنا ازاي؟ أكد سيادته عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يعني ده كله عن طريق موقع سيادة الدكتور فيسبوك، والنهارده اتنشر على موقع بوابة الأهرام. كان من المفترض حسب الجدول المعلن انه يبدأ امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2019-2020 اعتبارا من السبت 9 مايو 2020، وده كان هيبدأ بالعملي. بعدين كنا هنبدأ بعد يوم 16 مايو 2020 المواد النظرية، وكانت هتنتهي يوم 4/6 يوم الخميس 2020. وكان خلال الفترة بتاعت النظري كان هيتخللها فترة اجازة، كانت من يوم الخميس 21/5 لغاية يوم الاربع 27/5، اجازة هذه الفترة المباركة اعاده الله علينا جميعا بالخير واليمن والبركات يا رب. ولكن خوفا من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وخوفا من مسؤولي الدولة على جميع الطلاب بسبب فيروس كورونا، فقد تقرر تأجيل امتحانات الدبلومات الفنية. يبقى الامتحان دبلومات فنية تأجل لغاية دلوقتي، ده قرار من الوزير على موقع الفيسبوك، وده اللي نشرته بوابة الأهرام في نبأ عاجل اليوم 25 أبريل 2020. ده كله هيبان كمان النهارده وغدا وبعد غد بإذن الله، يتأكد الكلام ده كله. اتقرر تأجيل امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2019-2020، لكن امتحانات الثانوية العامة ستظل كما هي. ده اللي اتنشر النهارده برضه على بوابة الأهرام في النبأ العاجل، إن الثانوي العام زي ما هو وليس له علاقة بتأجيل امتحانات الدبلومات الفنية. الدبلومات الفنية الامتحان اتأجل 2019-2020. العملي هيبدأ يوم السبت 13 يونيو، يعني 13/6، ده في فترة راحة كده بين امتحانات الثانوية العامة، الفترة دي هي اللي هيتعمل فيها الامتحان ده 13 يونيو. ويبدأ امتحان النظري بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة، يعني بعد ما الثانوي العام يخلص امتحاناته هنبدأ احنا امتحانات المواد النظرية بتاعتنا اللي هي اللغة العربية والدين والى اخره من هذه المواد. وعندنا امتحان الثانوية العامة هينتهي يوم الحد 5 يوليو، يعني 5/7. يبقى احنا المواد النظرية بإذن الله تعالى حسب ما بيتقال كده، يبقى المواد النظرية هتبدأ يوم 2/6/7، وينتهي يوم الاحد 19 يوليو، يعني 19/7. يبقى احنا بالنسبة لنا هو
العملي هيبدأ 13 يونيو، يعني 13/6، وده حسب الجدول اللي هيعلن في كل مدرسة هنمتحن فيها. والفترة دي هي فترة ما بين امتحانات الثانوية العامة، في فترة اجازة في النص هنمتحن فيها احنا العملي بتاعنا. لكن المواد النظرية هتبدأ بعد امتحان الثانوية العامة، والثانوية العامة هتخلص يوم الأحد 5 يوليو، يبقى إذا ممكن نبدأ يوم الاثنين 6 يوليو، يعني 6/7، وهينتهي يوم الأحد 19/7. طب الجدول، طبعا كلنا هنتساءل الجدول بقى هيعلن ميعاده امتى؟ سوف يتم إعلان الجدول الجديد، يبقى احنا الجدول اللي كان معلن قبل كده ده خلاص كده ملناش علاقة بيه خالص، ده في حالة التأكد من هذا الخبر، يعني لما نتأكد من الخبر ده ونعرف خلاص إن امتحان الدبلومات الفنية بجميع شعبها خلاص اتأجل، يبقى احنا الجدول القديم ده مش هيبقى لنا علاقة بيه خالص، وهيبدأ شغلنا على الجدول الجديد. الجدول الجديد هيعلن يوم الجمعة 15 مايو المقبل، يوم الجمعة 15/5 هيعلن عن الجدول الجديد للدبلومات الفنية. هنا بقى الوزير أكد على حاجة، إن الامتحان الثانوي العام ليس له أي تأجيل، والتأجيل في امتحانات الدبلومات الفنية فقط. والتأجيل ده لو هتعمل في الدبلومات الفنية هيشمل جميع الشعب في الدبلومات الفنية، يبقى التأجيل مش لشعبة واحدة، يبقى التأجيل لجميع شعب الدبلومات الفنية. وبكده يبقى احنا كده سمعنا خبر النهاردة 25 ابريل 2020، خبر قرار الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وده اللي نشرته بوابة الأهرام في نبأ عاجل اليوم. إلى أن نتأكد من هذا الخبر، ويتم الإعلان عن الجدول الجديد زي ما اتفقنا يوم 15 مايو المقبل، وزي ما اتفقنا أن امتحاناتنا العملي هيبقى يوم 13/6، والنظري هيبدأ يوم 6/7 وينتهي يوم 19/7. الفرصة اللي ربنا اداها لنا ديت بقى خلاص، يعني احنا ربنا كمان بيدينا فرصة اهو، الناس اللي ما خلصتش المناهج بتاعتها تقدر بقى تتابع معانا على القناة بإذن الله تعالى. هننزل جميع المواد التجارية شرح ومراجعات، وننتظر جميعا ان شاء الله بإذن الله تعالى قبل امتحان كل مادة من المواد التجارية، سواء مادة نظرية او مادة عملية ما عدا الرياضة والإحصاء. ننتظر ان شاء الله تعالى قبل كل مادة نظرية هينزل على القناة مراجعة لهذه المادة قبلها بيوم ان شاء الله تعالى. وفي الفترة اللي جاية دي عايز نتابع مع بعض على القناة، هنتابع شرح لجميع المواد، هننزل بقى ان شاء الله بإذن الله تعالى المحاسبة المالية والمحاسبة الحكومية والمحاسبة الضريبية ومحاسبة في شركات التأمين، ده بالنسبة للأربع شعب اللي موجودين عندنا في شعبة في التعليم التجاري. وبالنسبة للمواد النظرية احنا خلصنا خلاص مادة قانون العمل، وخلصنا مادة أعمال الوساطة، هنخلص إن شاء الله بإذن الله تعالى آخر فيديو لسوق الأوراق المالية، ونخش على باقي المواد النظرية، سكرتاري عربي وإدارة مشتريات وإدارة مشروعات وإدارة مخازن إلى آخره من هذه المواد. ألقاكم على خير بإذن الله تعالى، مننساش نعمل اشتراك في القناة ونفعل زر الجرس عشان أي فيديو ينزل من هذه الفيديوهات يوصل لنا. وأتمنى إن احنا نتابع مع بعض القناة عشان خاطر طلاب التعليم الصف الأول والثاني، الأبحاث العلمية الأبحاث التطبيقية المطلوبة مننا نزلنا على القناة الأبحاث كلها. نتمنى لو أي واحد فينا عنده طالب في سنة أولى أو في سنة تانية يخش على القناة ويشوف الأبحاث. وإحنا عملنا فيديو لطريقة حل اللي هو البحث الأول للصف الأول في التعليم التجاري بجميع فروعه، سواء تعليم عام او تعليم مزدوج. فنتابع مع بعض على القناة، نتابع الفيديوهات دي كلها بإذن الله تعالى، واي خبر جديد هينزل على القناة بإذن الله فتابعونا. ومنساش نعمل لايك وشير ونفعل زر الجرس عشان خاطر نوصل لأكبر قدر ممكن من الطلبة. وان شاء الله بإذن الله تعالى ألقاكم في المراجعات النهائية لجميع المواد
التجارية وجميع فروع المحاسبة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.